مرحبا، انا لغد خنفر مدسمات بيت لحمه ثانويه. زميلاتي ميس كوكمان وسبا جوابرة. هلا جوابرة. في تقوى غنيه. مشكلتنا بلشت تطبيقنا هو تطبيق ابصار. مشكلتنا بلشت من المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، انه في عندنا كبار سن سواء كانوا بيعانوا من ضعف في البصر او سواء كانوا اميين، فاحنا عملنا هذا التطبيق لهم حتى يساعدهم. وجدنا انه في عندنا عدد كبير من كبار السن، حوالي 123 مليون كبير سن بيعانوا من الوحده، هاي الوحده اللي ولدت عندهم بعدين الاكتئاب. فاحنا كان الحل لنا هو تطبيق ابصار اللي احنا عملناه. فزميلاتي رح يكملوا الشرح. خدمات التطبيق، تطبيقنا بيحتوي على اربع خدمات. الخدمة الاولى هي خدمة الاتصال، اللي من خلالها ممكن اضافة اي صورة من الجهاز وبنربطها مع رقم في قاعدة البيانات، وبعدين ممكن انه نحدد على هاي الصورة ونغير الرقم، وممكن بسهولة وبساطة ممكن على الشخص بانه يرن على الشخص المراد من خلال بس الضغط على صورة الشخص. ثاني خدمة هي خدمة التنبيه، بعد ما يتم إدخال الأوقات والمواعيد بيتم تنبيه كبير السن إليها عن طريق صوت طفل صغير. ثالث خدمة بقدمها تطبيقنا خدمة الأغاني الفلكلورية، لما نضغط عليها بيبين لنا قائمة تحتوي على عدة من الأغاني، لما أضغط على أي أغنية بينتقل لي إياها. إحنا قمنا بربطها مع اليوتيوب. أما الخدمة الرابعة فهي خدمة الرياضة للمسنين، فأنا لما أضغط عليها بيكون في عدة صور بنتنقل بينهم عن طريق سهم، وكمان يوجد ربطناها على مع يوتيوب على عدة فيديوهات ممكن يشاهدها كبير السن ويمارسها. آخر إشي بعد الانتهاء من استخدام التطبيق يمكن ملء الاستبانة عن طريق الضغط هنا. قمنا بربطها على جوجل درايف يقوم بتعبئتها. الهدف منها انه يساعدنا على تطوير، واذا في خدمات ممكن نوفرها لكبار السن تساعدهم على مواكبه الحياه التكنولوجيه. اما الاشي اللي بتعلق بالايرادات عندنا، في المره الاولى لما ينزل كبير السن التطبيق راح تكون مجانيه، اما لما ينزل مره ثانيه راح يدفع 1.5 دولار. اما كبار السن اللي بدهم يحدثوا التطبيق ويضيفوا الميزات الجديده لتطبيقنا راح يدفعوا اشتراك سنوي قيمته 30 دولار. اما بالنسبه للسوق المحلي، سوقنا المحلي هو فلسطين، حيث بلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكيه 3.5 مليون مستخدم، كما استهدفنا غيرها من المناطق. منطقه الشرق الاوسط بلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكيه 140 مليون مستخدم، والولايات المتحده الامريكيه ومنطقه مينا. بعدين شو اسمه، بالنسبه لبحث السوق قمنا بدراسه استقصائيه، هاي الاستقصائيه اثبتت هاي الدراسه حاجه المجتمع المحلي او السوق المحلي لتطبيقنا ابصار تيم. العملاء، قمنا ببرمجه التطبيق بحيث انه يستهدف كبار السن فوق سن ال 60 سنه اللي بلغ عددهم حوالي 180 الف شخص، كل واحد فيهم على الاقل بيحتاج خدمه واحده من هاي الخدمات لانه تسهل له حياته. أما بالنسبة للعملاء، فتوقعنا في السنة الأولى يكون عدد العملاء 121 ألف عميل، أما في السنة الثانية 25 ألف، وعلى مدى الخمس سنوات رح يزيد العملاء طبعاً لأنهم بيكون في توعية أكثر وانتشار أكثر للتطبيق. وفي بعدين تحليل المنافس، تحليل المنافس عندنا في السوق المحلي ما كنا ولا منافس، اما في السوق العالمي ما كانوا اقوياء، ما كان في تطبيقات بتهدف انها تساعد المسنين، فبالتالي هذا شجعنا ان نكون احنا اول تطبيق في كل هاي الخدمات اللي بوفرها تطبيقنا لمساعده المسنين وتفاعلها مع عصر التكنولوجيا. طبعا لكينا تطبيقين، هذول التطبيقين هم عباره عن خدمات بوفرها تطبيقنا، اللي هي خدمه تنبيه الدواء والاغاني ابو عرب اللي هو مغني للاغاني الفلسطينيه القديمه او التراثيه. اما اللي بتعلق بالمواضيع الماليه، هو في السنه الاولى راح تكون ايراداتنا تبلغ 141 الف دولار، وهيك راح تضلها تزيد حتى تصل لعام 2020.
أما المواضيع المالية عفواً، فالإيرادات عندنا في أول سنة راح تكون 141 ألف دولار، والتكاليف اللي راح نتكلفها 69 ألف دولار. هلا هذا الشيء راح نستهدف كبار السن في فلسطين اللي عمرهم فوق ال 50 سنه. في المستقبل احنا فريقنا بيهدف انه نضيف اكثر من ميزه للتطبيقات. اول خدمه هي خدمه الصحه، هاي الخدمه من خلال بصمه الاصبع راح يقيس النبض والضغط لكبير السن. وثانيا عندنا خدمه العدسه، راح نستخدم الكاميرا في الموبايل حتى يكبر الاشياء ويصغرها، لانه هو اكيد ضعيف بصر، واحنا هذا كان من الفئه المستهدفه عندنا. اما الشغله الثالثه اللي بنسعى انه نضيفها في المستقبل هي التواصل الاجتماعي بين كبار السن. من خلال هذا التطبيق راح نسوي زي جروب بين كبار السن او بين دور رعايه المسنين حتى يتواصلوا كبار السن مع بعض. إبصار تيم يتكون من 5 اعضاء، والميد تيرم مس جاكلين. هذه عدة صور اثناء العمل. شكرا لكم، يمكن التواصل معنا من خلال هالة، الايميل هالة بالجوابرز 99@gmail.com. برافو. الى الاسئلة، كان يستر؟ اول شيء حبيت التطبيق، very good idea. بس في عندي بعض الشيء I was confused. التارجت ماركت تبعكم over 50 ولا over 65؟ هو over 50، بس احنا بس احنا حطينا شو اسمه 65 لان ما ركين عدد كبار السن فوق ال 65، فبالتالي حطينا احنا عدد كبار السن 65. ما ركين عدد كبار السن فوق ال 50 سنه، احنا حطينا عددهم بس ال 65. اوكي، طب عملتوا احصائيه كل شيء قديش عدد قديش نسبة من هذول كبار السن بيستعملوا عندهم سمارت فون أو آيباد أو تابلت؟ 55% عندهم. أوكي. نعم، عندهم أجهزة. أوكي، أي أجري. أنا شفت إنه في خلال السنوات الماضية عم بتزايد نسبة السمارت فون يوزرز خاصة بين كبار السن، أنا عملت برضه دراسة على هذا الموضوع. هلا الفلسطين ما بعرف بالضبط قديش، برضه لازم. لا، في فلسطين بيمولوش لهي الأشياء. أوكي. يعني إنه جوز تابلت عشان أكبر. اوكي، بكون مش انه مش موبايل صغير، ما يمكن ما تشوفوا منيح، فلازم برضه تخلوا الابلكيشن تبعتكم الديزاين تبعها ريسبونسيف، يعني اذا كبرت الشاشه بيلائم الايباد. بعرف اذا انتم الديزاين تبعكم ريسبونسيف انه بتتماشى مع اتوقع. هلا حلو انه انتم استعملتوا شقين، ترفيهي للاب سونجز وهذا وصحي، تمام؟ بالنسبه للدواء انا حبيت الفكره، بس انه ما في مكان اني ادخل اسم الدواء، يعني اوكي في تايمر which is good، بس انه لو تضيفوا برضه فيتشر انه شو اسم الدواء ممكن في المستقبل. حلو، حبيت الفيتشر في ناس تبعتكم على فكره، very very good very ambitious. Is it okay to ask you in there? Okay. My only question was Ipsar means what? Ipsar vision. Vision, okay. What's the connection between your logo, which is an eye with a butterfly, with the elderly? Butterfly is the logo. You can answer in Arabic if you're more comfortable. It's just I know. يعني إن الحواشات the color is for life. تعبر عن الحياة. أما العين the eye إن بيساعد الكبار السن انهم يشوفوا قصة التكنولوجيا او يبصروا التكنولوجيا وهذا القرن الجديد اللي هو احنا جيل التكنولوجيا، فبيساعدهم ان احنا ندمج مع بعض، ما يكونوا منطويين الكبار السن. شوفوا الحياه بمختلف الوانها، واحنا كمان حابين يكون تطبيقنا زي رعايه لهم، ودائما احنا معك وين ما تكون من خلال التطبيق، كانه ممرض دائم جنب كبير السن. يعطيكم العافية، البرزنتيشن حلوة، حضوركم قوي، فكرتكم كثير حلوة، وحبيت كيف انتم اوريدي طابعين اللوجو على البلايز مشتغلين كثير حلو وكثير صح. إذا حابين انه تبدوا مثلا هون وبعدين الآب يصير انترناشونال، يمكن لازم تغيروا الاسم اللي يصير مفهوم مثلا بالإنجليزي يكون معروف للعرب وللأجانب. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هلا هو هذا الاب هو اكثر تسليه، ما بحل فعلا مشكله موجوده في المجتمع مثل باقي الابلكيشنز اللي حكينا عنهم، بس هذا لا يعني
انه ما ممكن يكون في اقبال عليه، لانه الابس الترفيهيه عم تتنزل، اذا يعني حسب الاحصاءات الجديده عم تتنزل اكثر من الابس اللي بيحلوا فعلا المشكله. فهاي الملاحظات، يعطيكم العافيه وجهد طيب. حابة احكي لك شيء، احنا بالنسبة احنا عملنا التطبيق لانه احنا فعليا علينا من مشكلة مع كبار السن ممكن ابنا. يعني مثلا ستي انا عندها تليفون بس ما بتقدر تتصل، دايما قاعدة لحالها، انا اغلبنا قاعدين على التليفونات اللي هلا حاليا كل حدا عنده تليفون يكون صغير، فانه كبير السن ما في حدا يتسلم معه، فاحنا حاولنا نخليه يسهل التواصل معنا من خلال التليفون، كمان انه يتسلى لانه اغلب الاوقات رح يكون قاعد لحاله، اغلبنا في الدوام في المدارس واغلبنا بنروح على البيت اكيد كلنا على التليفون. بالنسبة لي تشتيت الأفكار في نفس الأب بتخلي ما في تركيز على الشغل، يعني لو أنا مثلاً كان ركزت مثلاً على الاتصال لمواعيد الدواء والحال والأشياء الترفيهية والحال، ومش من فراغ يعني لما طلعتوا على الابليكيشنز برا كان بيكون مستهدفين بشيء واحد، لأنه بالفعل لما انت بتكبري الابلكيشن تحطي فيها كل شيء ما بتكون الايموشنز تبعتها زي ما انت بتركزي على بروجكت او على منطقه مجموعه، يعني حبيت فكره لو طورتي فكره مواعيد الدواء مع الافكار اللي انت حكيتي فيها انه بيصير في محادثه مع طبيب ومش عارف ايش، كل هاي الامور كان بنظري كان مكتمل اكثر من ندخل تو سبجكتس نفس ال حابة احكي بصادق هاي الشغله، احنا يعني على مستوانا احنا لما نزل اكثر من اب بيحتوي على اكثر من شغله، يعني احنا بنلاقي يعني نادرا ما نلاقي يعني لصغارنا يعني بسنا احنا اب واحد بيلم كثير شغلات، فاحنا يعني حابين انه نجمع اكثر من شغله اكثر من مشكله في اب واحد فبيكون اسهل الاستخدام لهم محل واحد. محل واحد عشان هيك مش هيك الترند في العالم لشغل الاب، ما بيشتغلوا ما بيحطوا مالتيبل سيلز في سيم بس هاي الفيدباك. احنا ممكن نعمل على تطوير تطبيقنا من الاقتراحات اللي قدمتوها انتم. اكيد شكرا الف عافيه، يعني كثير حلوه بالعكس كنا عندنا